اللهم صل على محمد. دعوة سيدنا إبراهيم: علم أن فينا ضعفا فأشفق علينا ودعا لنا برسول من بعده يعلمنا ويزكينا، فاستجبت دعوته وأرسلت محمدا ليكون لنا عونا على طاعتك، أدى ما عليه وبلغ الرسالة كما أنزلتها عليه، علمنا كتابك وحذرنا من عصيانك، وأخبرنا أنك غفور وتواب تقبل توبة العباد، وعلمنا كيف نتقرب إليك ونتودد ونتذلل أمامك، وفتح لنا باب الرجاء فيك بعد أن أغلقته الشياطين. يا رب يا رحيم يا كريم يا تواب، تب علينا لنتوب من جميع الذنوب ما علمنا منها وما لم نعلم. أبعدتنا الشهوات وغرنا حلمك علينا، فتجرأنا على عصيانك فسقطنا في الفتن. فيا من فتحت لنا باب التوبة، ارزقنا قبل الموت بتوبة، تنقذنا من عذابك يوم تبعث عبادك، وارزقنا بتوبة نصوحة حتى لا نعود بعدها أبدا لعصيانك. يا رب ما عصيناك استكبارا، ولكن ضعفت نفوسنا فأخطأنا، وتكالبت علينا شياطين الإنس والجن فأبعدتنا. يا تواب تب علينا واقبل التوبة منا، وفرج همومنا بتوبتنا. يا رب علمنا حدودك حتى لا نتعداها، وأعنا على فتنة الحياة حتى لا تفتنا، واحفظنا من فتنة الممات حتى لا تهلكنا. يا رب نعترف بذنوبنا أمامك وحدك، ونستعين بك ونلجأ إليك، فلا مأوى ولا ملجأ إلا إليك. يا رب الذنوب أرهقت القلوب وأطفأت نور الإيمان فضاقت الصدور. يا رب لا حول لنا ولا قوة، تب علينا لنتوب، تب علينا من ذنوب اقترفناها ونحن لا ندري، وحرمات انتهكناها ونحن لا نشعر، وكلمات قلناها ونحن لا نبالي، وذلات فعلناها في خلواتنا، وها نحن انتهينا وندمنا وعزمنا. يا رب دمعت العيون وارتفعت أيدينا إليك، وكلنا خجل وحياء منك. اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا أخطأوا استغفروا وأحسنوا. اللهم اجعلنا نراعي حدودك حتى لا نتجرأ على عصيانك. من يحمينا إن غضبت علينا، ومن نلجأ إليه إن طردتنا؟ يا رب قلت عزائمنا فتجرأنا على محارمك، وها نحن عدنا إليك، وكلنا رجاء فيك، وقلوبنا مليئة بالحزن والندم معترفين بذنوبنا. يا رب إحنا المقصرين الظالمين لأنفسهم النادمين على ما فات. يا رب عزمنا على عدم الرجوع للذنوب، فانقذنا من حسرة القلوب، وأعنا على ما نحن فيه، ابطلينا بضعف النفوس ووساوس في الصدور، وبشر قلوبهم كالحجر. يا رب تقبل عذرنا وأسفنا، فأنت أرحم من آبائنا وأمهاتنا، فانقذنا من شهوات أذهبت العقول، ومن صحبة أنستنا الآخرة، ومن شيطان زين القبيح. اللهم حبب إلينا أوامرك، وحبب إلينا طاعتك، واجعلنا عبادا لك طائعين، على دربك سائرين، وفي جنتك خالدين. يا رب تبنا ورجعنا، وعزمنا على عدم عصيانك، فأقبل توبتنا وانقذنا من الشياطين. وأنت القادر وأنت الطبيب، اشفي قلوبنا من الأمراض، وطهرها من النفاق، واغسلنا بالماء والثلج والبرد، وعصمنا من الشياطين. اللهم لا تتركنا ولا تطردنا، واقذف من نورك في قلوبنا حتى تزول الغفلة من صدورنا، وافض علينا برحمتك، وامحو
أثر الذنوب وأسباب الذنوب يا رب. هذا رمضان وعدتنا فيه بالاستجابة، وهذه أيدينا رفعت إليك فلا تردها خائبة، وهذه دعوتنا وتوسلتنا فاقبلها برحمتك وسامحنا وتب علينا حتى ننتهي يا رب. أرنا الحق حقا وأعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على ترك واجتنابه، وأرنا الذنوب ذنوبا حتى لا نتجرأ عليها فنهلك، ولا تجعلنا من الغافلين الضالين الذين أعمتهم الدنيا أظلمت قلوبهم الشهوات. اللهم ارزقنا بتوبة من جميع الذنوب، وعصم القلوب من حب الحرام، وارزقنا بصحبة تعيننا على طاعتك، وارزق آباءنا وأمهاتنا بتوبة ترضى بها عنهم، ومن مات منهم اغفر لهم برحمتك وتجاوز عن سيئاتهم. وصلي على محمد من بشرنا برحمتك أنها وسعت كل شيء ونحن شيء، وأخبرنا أنك تواب تقبل التوبة فتقبل الدعاء، وقبلنا من عبادك التائبين الراجعين. وصلي على محمد صلاة تهدي بها القلوب وبلغه منا السلام.